السلام عليكم. بالفيديو هنشوف أول لقاء لمحمد عادل صاحب واقعة فتاة المنصورة نيرة أشرف، اللي هنعرف في الفيديو. هنشوف فيديو كارثي فعلا فعلا للحظة التعدي عليها. وفي الفيديو ده هوريكم أول ظهور طبعا لوالد مصطفى توكل. يمكن مصطفى توكل السوشيال ميديا ما اتكلمتش عليه كتير ولا اهتمت بيه بسبب الوقت اللي مات فيه، اللي هو وقت موت نيرة، اللي لحد الآن بجد واجع قلوبنا قوي قوي. أول ظهور لوالده اللي قال محمد طبعا مصطفى توكل، قال أنا مش عايز أبويا يمشي في جنازتي. إيه السبب اللي خلاه يقول كده؟ وأول رد فعل من أبوه هتشوفه في الفيديو ده، هتعرفوا إيه هي التفاصيل في قضية مصطفى توكل. بس خلينا في البداية كده أقول لحضراتكم بعض التصريحات في أول حوار صحفي مع محمد عادل وانهيار والدة نيرة. انهارت بطريقة غير طبيعية، انتوا عايزين توصلونا لإيه؟ انتوا عايزين تخرجوه إن هو مجنون أو مريض نفسي علشان تنفوا التهم عنه، أو حتى علشان تجيبوله حكم مخفف؟ إحنا مش هنعمل عزل بنتنا إلا لما القصاص العادل يجي ليها. انتوا ليه بتطلعوه بالشكل ده؟ هعرفكم ليه انهاروا وقالوا كل التفاصيل دي. الفيديو هتسمعوا فيه تصريحات لأول مرة. هقول لكم الأول الاعترافات وهنشوف الفيديو بتاع نيرة وكمان مصطفى توكل وأول ظهور لوالده. خلينا ياريت كده حضراتكم ترفعوا معنا الفيديو بلايك واشتراك لو أول مرة تشوفونا، علشان ناس كتير جدا تشوف الفيديو وكمان تدعي لنيرة ومصطفى بالرحمة وبالمغفرة. المتهم طبعا وقف قدام وكيل النيابة وفضل يصرخ بقى ويعمل ان هو مجنون بطريقة بشعة، وفضل يقول انا بحبها قوي، انا بعشقها، انا بعشق التراب اللي هي بتمشي عليه، انا ما كنتش بقدر اعاكس اي بنت لاني كان من خجلي ما كنتش بقدر يعني حتى بص البنت، واني كنت متفوق وبطلع الاول حتى في الكلية، كنت بطلع الاول على دفعتي وملتزم جدا جدا في الصلاة في المسجد، لكن لما شفتها وقابلتها في اول يوم في الدراسة خدت قلبي وخطفتني من مكاني، وقررت ان انا اصارحها بحبي، بس هي رفضتني ورفضت حبي تماما، وقال قررت ان انا اصارحها تاني برضو رفضتني وقالت ان انت غير صادق مع اني كنت بحبها قوي قوي. وكمان قال ان انا تقدمت لها وما كانش في اي حساباتي ولا عمري ان احب ولا ارتبط بالسرعة دي، ولكن انا حبيتها بسرعة، هي قالت لي انت عكس طموحاتي وعكس احلامي، قلت استنى لما اخلص الكلية واشتغل واثبت لها قد ايه انا بحبها، لكن صحابي كلهم اتريقوا عليا وقالوا لي انت هتفضل خام كده، ملكش علاقات ولا اي بنت تحب الولد اللي بالشكل ده، لازم تكون مقطع سمكة وديلها. وفي سنة تانية شفتها بتتعاكس وكانت خناقة، ودخلت علشان اهزق الولد اللي ضربها ولا اللي يعاكسها، بس هو ضربني قدامها. اصحابي بقى اتريقوا عليا وقالوا لي يا خيبتك اتضربت قدامها، وقالوا لي ان كده مش هأملى عينيها ابدا. فرحت لها وقلت لها ان انا بحبك وبفكر فيكي على طول، وقلت لها انا مش هسيبك تتجوزي حد غيري، ولو اتجوزت حد غيري هخلص عليكي. ضحكت عليا هي وصاحبتها وقالوا لي يا عم روح، هو انت تقدر حتى تموت فرخة؟ و قال شعرت ان انا حسيت ان انا في اهانة جديدة، ومن يومها فكرت اتغير واشرب كل حاجة، شربت حشيش علشان اكون راجل في نظرها زي ما نصحوني اصحابي، وكمان بدأت اطاردها في كل مكان وببعت لها رسائل عشان تخاف وترضى توافق بيا، بس هي كانت مرتبطة جدا ومصرة على موقفها. نيرة كانت من ارق البنات وكانت مؤدبة جدا والناس كلها كانت بتحبها، فخفت حد ياخدها مني وقررت ان انا اخلص عليها، وكنت عايز احتفظ براسها علشان انا كنت بحب عيونها. انا شربت مخدرات علشان اقدر اخلص عليها واثبت للجميع اني مش ضعيف، وبعدها انا مش ندمان اني خلصت عليها عشان ربنا عارف انا قد ايه بحبها واكيد هيجمعني بيها. وطالب وقال ما تحكمونيش، ما تحكم يعني ما تحطونيش في محاكمة، وحكموا خلصوا عليا على طول من غير ما ادخل جلسات ولا اي حاجة، وعشان عايز ارتاح واروح لها نتقابل انا وهي في الجنة، وياريت اول ما تعدموني ادفنوني في حضنها
أرجوكم. وبدأ طبعا تمثيل المتهم لعمله للجريمة، بس ما قدرش يكمل أبدا أبدا، وكان رافض أنه يتذكر هو إزاي عمل فيها كده، وقال أنا كنت بس عايز وشها. طبعا يعني الكلام ده كله عايز يوصل من محامي، يعني هقول معدوم الضمير، ان محمد عادل مجنون بيها او مجنون بحبها، وعمل كل ده في وقت هو فاقد فيه للعقل، علشان بقى يدخل مصحة نفسية والحكم يجيله مخفف. وطبعا لما سمعوا كده اهل نيرة انهاروا جدا، حتى محامي نيرة قال حرام عليكم، التصريحات ديت ما تنفعش تخرج اساسا من النيابة، ودي مجرد شماعات علشان تقول وتأكد ان هو مريض نفسي. عايز اقول طبعا ان انت كراجل، عمر الشرب ما هو اللي هيعملك راجل اصلا، وان اللي انت عملته ده واللي انت بتقوله عمره ما يغفر برضو اللي انت عملته فيها. استحالة حد بيقدر يأذي اي بني ادم مهما كان الكلام ده، بس انت عايز يعني هقول تستدر عطف القضاء ويحكموا عليك احكام مخففة، بس ان شاء الله يحكم بالاعدام والقصاص العادل هو ده اللي هنلاقيه. عايز يقول برضو ان هو اتلم على شلة وصحبة سوء، بس الكلام ده يا جماعة هما يقصدوا بيه حاجة معينة. عايزة رأيكم في الامر ده، ويا ترى فعلا في ناس هتبقى متعاطفة معاه ويبرروا له الموقف اللي عمله؟ انا بقول مستحيل مستحيل، واحنا مش هنوافق بكده، وهنقول وهنطالب حق نيرة لازم يرجع، ونفعل الهاشتاج ويوصل في كل مكان. مصطفى توكل، مصطفى توكل اللي مات في نفس يوم نيرة من أعلى كوبري المنصورة، وقال أبويا ما يمشيش في جنازتي. الناس فضلت تقول كلام على سيرة أبوه، طبعا أبوه رافض لحد الآن الظهور تماما، لكن والدة مصطفى توكل ظهرت وقالت ابني كان عايز يتجوز واحدة بس هي كانت متجوزة قبل كده وعندها أبناء، وده اللي خلى والده يعترض عليها، وبدأ يبقى بينهم مشاكل دائمة. الموضوع مش موضوع فلوس، لان والد مصطفى راجل معروف جدا في المنصورة، صاحب معرفش بيعمل ازاز يعني محلات او معرفش التفاصيل شغله، بس هو موضوع بعيد عن الفلوس. طيب انت مهندس وبتشتغل، قدر نفسك واتجوز انت الست اللي انت عايزها، فاكر انك عملتك دي هي اللي هتريحك من الدنيا؟ طبعا ابوه رافض يعمل له جنازة ولا حتى عزاء، وهو اساسا طالب ان ابوه ما يمشيش في جنازته. عموما ربنا يرحمهم هما الاثنين، ادعوا لهم كتير بالرحمة وبالمغفرة. شكرا جدا لحضراتكم، وربنا يصبرنا ويعدي الايام دي بألف خير. سلام عليكم.